إذا سيادة الرئيس الفلسطيني يؤكد على الثوابت الفلسطيني، ويؤكد أيضا أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يغير من الواقع أي شيء، وأن القدس ستبقى في نظر الفلسطينيين ونظر العالم العربي والعالم الإسلامي وأيضا المجتمع الدولي القدس الشرقية فلسطينية عاصمة لدولة فلسطين. وهو أكد أيضا أن كل الخيارات أمام القيادة الفلسطينية مفتوحة، وأن القيادة الفلسطينية ستجري مشاورات واتصالات خلال الأيام القادمة، وقد بدأت فيها، ستشمل كل الفصائل الفلسطينية وكل القوى الفلسطينية للرد على ما يجري بشكل موحد فلسطينيا. أرحب بضيفي في الاستوديو رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودي. نائب أيمن عودي، يعني هذه التطورات خطيرة جدا، والرئيس الفلسطيني أكد هنا خطورة هذا الأمر، وأكد أيضا وكان واضح في خطابه أن شيء ما قد جرى وعلى ما يبدو انكسر حتى في كل ما يتعلق بالإدارة الأمريكية والدور الأمريكي في المنطقة. أولا، أنت كيف تقيم الموقف الأمريكي؟ ثانيا، الرد الفلسطيني عليه. هذا هو الموقف الأمريكي الحقيقي، هذا هو الموقف الأمريكي بدون رتوش، بدون مكياج، بدون محاولات تجميل. هذه هي الإدارة الأمريكية، خاصة في مراحل ما بعد أوسلو الأولى، مرحلة كلينتون الذي حاول أن يجد معادلة ما خاصة ضد نتنياهو مباشرة، ولكن واضح أن هذا هو الموقف الأمريكي المعتمد والرسمي. ترامب أطلقه أمام لكي يعرفه كل الناس. القدس كما قال أيضا سيادة الرئيس ستبقى بمكانها، وأهلها سيبقون في القدس، وسيناضل الشعب الفلسطيني من أجل تحرير القدس. الجديد هو أن أمريكا يجب، أنا لا أريد أن أقول كلمة كبيرة، أن تعزل من العملية السلمية، ولكن الخطأ التاريخي منذ أكثر من 20 سنة أن تكون أمريكا هي الراعي الوحيد. ما هذا الكلام؟ كيف ممكن؟ واليوم توجد قوى في الشرق مثل روسيا، مثل الصين، مثل غيرها. كل هذا يجب أن يكون ضمن المعادلة الجديدة، وبقوة وبقوة، بالإضافة إلى أن لا نقفز على الأمر الأساس، وهو النضال الشعب الفلسطيني والقوة الكامنة لدى هذا الشعب، وهذا ما يجب أن يعول عليه أكثر من أي عامل آخر. إذا أردت أن ألخص، فأريد أن أقول بأن أمريكا التي كانت دائما منحازة بنيويا، ولكن واضح أن هذا الخطاب يوجد به من المفصلية لكي يجعل القيادة الفلسطينية تقول بأننا لا يمكن أن نستمر كما كنا طيلة العقدين الماضيين. هذا الأمر الأساسي. وسيادة الرئيس أكد أن هذه مرحلة فارقة بعد قرار وخطاب ترامب، لكن سؤالي هو كالتالي، يعني وأنت أيضا من يتبنون حل الدولتين، الآن على ما يبدو حل الدولتين قد انتهى، أو إلا إذا يعني في حالة معينة إذا يعني كان هناك البديل الذي أنا شخصيا لا أراه. السؤال هو أن إسرائيل تفرض أمرا واقعا في القدس، تفرض الاستيطان، تفرض حتى المسألة الديمغرافية تريد حلها بإخلاء القدس من مواطنيها العرب، بفصل أحياء عربية عن القدس، يعني هذا مخطط كبير. أخي رمزي، شعبنا اجترح تجارب كبيرة، وهنالك علامات فارقة، منها 47 وكل ما قيل حول التقسيم في الشهر الأخير. السؤال، هل معقول أنه بعد 30,000 شهيد فلسطيني، بعد أن اقتنع نصف المجتمع الإسرائيلي بحل الدولتين عموما وفق كل استطلاعات الرأي على الإطلاق منذ 10 سنوات حتى اليوم، بعد أن اقتنعت كل دول العالم، بعد قرار الأمم المتحدة 2334، بعد أن تحدث الرئيس الفلسطيني أبو مازن مع أولميرت رئيس حكومة إسرائيل حول الأحياء العربية القدس الشرقية ويشمل حائط البراق، السؤال هو هل نهرب إلى الأمام أم نكثف النضال من أجل فرض حل الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس إلى جانب دولة إسرائيل؟ ما فيش هروب إلى الأمام. هذا السؤال. فيش هروب إلى الأمام. ظهر الفلسطيني اليوم إلى الحائط. أريد أن أسألك. كما قال ذات مرة. الآن هات تبني محمود دريش. هات تبني يعني سيناريو معين. الآن أعلن الرئيس الفلسطيني بأنه يريد دولة واحدة. خلال 20 دقيقة سوف يعقد نتنياهو مؤتمر صحفيا، ويقول به
أنا دائما كنت أقول بأن الفلسطينيين يريدون حيفا ويافا وعكا، وهذا واضح من خطاب الرئيس الفلسطيني. أنا أدعو لطاولة المفاوضات من أجل نقاش حل الدولتين. كل العالم سيتوجه إلى الرئيس الفلسطيني والدول العربية وما وكل ما تريد، ارجع إلى المفاوضات من أجل حل الدولتين. الرئيس الفلسطيني سيقول لا أريد، أريد دولة واحدة فقط. 5-7 سنوات نقاشات عالمية وإلى آخره، العالم بعد 6-7 سنوات سيعترف أن هناك أبارتايد. قديش بدنا نناضل ضد الأبارتايد؟ قد 20 سنة؟ طيب بعد 20 سنة بكشفوا مفاوضات، بدي أقول لك طيب ولا يهمك. إحنا ما هو هذا الطرح. أنا برأيي هذا الطرح يقود إلى الأبارتايد. أنا برأيي هذا الطرح الأمريكي الإسرائيلي يقود إلى الأبارتايد. أريد أن أحذر، أن أحذر في ظل التنكر الإسرائيلي والتساوق البنيوي الأمريكي مع إسرائيل، بعد أن وصلنا إلى أعتاب القدس، يجب تكثيف كل الجهود من أجل أن يكون مكان تحت الشمس للشعب الفلسطيني. أن نذهب إلى خيار، بالله في حدا بنيله يعني هي خطة؟ أنا ما بعرف، أنا بعرف كل اللي بيحكوا عن حل الدولة الوحدة والأكاديميين وغيره، ولا مرة قريت خطة، ولا حدا قال لي إنه إحنا بدنا نروح بهذا الاتجاه وفي عنا محطة هون وبعدين محطة هون وبعدين ولا أي حدا حتى الآن، حتى هذه اللحظة. أو هنالك من يقول لك هكذا نحل كل القضايا مثل اللاجئين. كيف يابا؟ طيب بعد 20 سنة بدك تفاوض مع السيد، السيد بتقول لك طيب بوافق بس بدون لاجئين، بس بعمل هيك بس بدون، يعني إيش هو؟ يا عم الشعوب ليست معهدا للتجارب، هذه دماء ناس، هذه تضحيات، هؤلاء شهداء ضحوا الكثير. المطلوب في ظل خطاب ترامب هو النضال الشعبي الفلسطيني، هو تجنيد العالم من أجل فرض دولة فلسطينية عاصمتها القدس. هذا هو المطلوب الآن، وليس الهروب إلى الأمام حيث لا خطة ولا تصور ولا محطات. أنا لا أؤيد هذه الأمور. أيمن عودي، يعني ما عبر الهاتف القيادي الفلسطيني دكتور نبيل الشعث. دكتور نبيل مساء الخير. مساء الخير، أهلا أهلا. يعني دكتور، كيف تقيم خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانحيازه التام السياسي وحتى تبني الرواية التوراتية الإسرائيلية؟ الرؤساء الأمريكيين جميعا كانوا منحازين لإسرائيل، وهم الذين صنعوا إسرائيل، وعد بلفور بدأها والأمريكان هم اللي بنوها. ولذلك كل السياسة الأمريكية دائما كانت منحازة لإسرائيل، لكن هذا الرجل منحاز بوقاحة، يعني انحيازه يتميز بقدر من الوقاحة التي لا يمكن حقا ابتلاعها. هذا الرجل يدعي أنه يريد أن يقيم السلام في فلسطين، ومن يريد أن يقيم السلام ينطلق من الشرعية الدولية، ينطلق من القرارات السابقة، ينطلق من محاولة أن يكون موضوعيا وأن يكون أمينا ونزيها ومعتدلا ومحايدا، وهو يبدأ بكل وقاحة في كل ما يعطيه صفة الانحياز التام للعدوان الإسرائيلي الصهيوني على بلادنا. يعني هو بدأ بإغلاق سفارتنا عنده، ثم بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وباعترافه بأن القدس هي عاصمة إسرائيل، وأن الحقوق الفلسطينية كلها إلى جانب. ثم هو يريد في نفس الوقت من خلال الكونغرس الضغط المالي علينا بوقف الدعم المالي الأمريكي لفلسطين، ويقول بعد ذلك أنه المحايد الموضوعي الذي يحلم بصفقة القرن ويريد إقرار السلام. أكثر من هيك وقاحة ما فيش. لذلك الرئيس أبو مازن كان واضحا وضوح الشمس، نحن نرفض ذلك كله، وشرح لماذا نرفضه، وقال ليس لنا إلا أنفسنا، نوحد صفوفنا وننطلق نتحرك شعبيا ودوليا في مواجهة هذا الذي يحدث. السؤال، ما هو أمام الفلسطيني الآن؟ يعني ما هي البدائل أمام الفلسطيني؟ خاصة يعني دعني أقول إنه يعني في هنا مرحلة مفصلية، مرحلة وقال عنها الرئيس الفلسطيني مرحلة فارقة، هناك في قطع تاريخي بين ما كان وما سيكون. هناك موقف إسرائيلي تبناه الراعي الأمريكي لعملية سلمية مفترضة، إذا ماذا سيكون؟ ما فيش كيف. احنا بالنسبة لنا هو خلاص انتهى، ملوش دور في عملية السلام.
نحن لن نقبل بأي دور أمريكي في عملية السلام، وبالتالي أي شيء يبنيه على ما فعله مرفوض. هذه نقطة البداية. وأما بعد ذلك فالباقي ليس بدائل، الباقي كلها تراكمات. يعني مطلوب منك حراك شعبي، مطلوب منك حراك دولي، مطلوب منك ذهاب لمجلس الأمن، مطلوب منك كل ذلك هو ما ستقوم القيادة بدراسته وستعرضه على المجلس المركزي الفلسطيني. والعمل من أجل الوحدة يجب أن يكثف لتحقيقه، والعمل من أجل إعدادنا للمواجهة يجب أن يكون قائما وكاملا ومتكاملا. وحراكنا الدولي بدأ وانطلق قبل ما نسمع الخطاب على كل حال. يعني أفهم منك سيد دكتور نبيل شاعث أن هناك موقف فلسطيني يقول الآن أن الإدارة الأمريكية الحالية هي ليست وسيطة وليست شريكة في أي عملية تفاوضية، أو أن القيادة الفلسطينية ترفض المشاركة في أي عملية تفاوضية تكون فيها الإدارة الأمريكية الحالية وسيطا فيها. واحد يعني دعني أطور النقاش قليلا دكتور. يعني القدس هي على ما يبدو هي تمهيد، يريدون من القدس أن يمهدوا لشيء ما، وهذا الخطاب جاء ليتناقض مع قرار التقسيم الذي قال بشكل واضح أن القدس هي يعني دولية، هي مدينة دولية. هنا جاء تغيير ما، وهذا التغيير قد يجر إلى تغيير آخر في كل قضية حق العودة، في كل قضية اللاجئين، قرارات الأمم المتحدة. مين اللي قال إنها مدينة دولية؟ في قرار التقسيم، يعني هذا الرئيس الأمريكي الوحيد الذي خرج عن قرار التقسيم. ماشي يعني، بس هو هذا فقط يعني لمناقشة السيد ترامب في وقاحته، إنما إحنا الآن لا بدنا نرجع لتقسيم ولا بدنا نرجع للأمم المتحدة. هذه هناك عاصمة فلسطين هي في القدس الشرقية، وهذه القدس التي المقدسة هي رضي ترامب أو لم يرضى، رضي نتنياهو أو لم يرضى، هي عاصمتنا. وهناك دولة لنا على حدود 67 اسمها الدولة الفلسطينية المستقلة، وهناك حق اللاجئين بالعودة. هذا لحد الأدنى تبعنا، ما بترجعش عن شيء فيه. دكتور نبيل، يعني هل ترى أنت أمام هذه التطورات أن المنطقة على الأقل في المرحلة المقبلة يعني مقبلة على حالة من الفوضى؟ مش إحنا هدفنا الذهاب إلى حالة من الفوضى، ولكن إحنا مش مسؤولين عن كل المنطقة. المنطقة أصلا تعاني 100 مشكلة ومشكلة، وفيها جماعات متطرفة وتستخدم قضية فلسطين بريعة لها، وفيها الكثير من المشاكل، ويمكن أن يحدث فيها ما يحدث، لسنا نحن الذين نستطيع أن نسيطر عليه. الرئيس بس قال أنه أنت لما تطرح هذا الكلام يا سيد ترامب، أنت حقيقة تخلق أوضاعا تزيد من المشاكل التي تعاني منها المنطقة في أمنها وسلامها واستقرارها. لكن إحنا عندنا مشروع محدد واضح، وبدنا دعم من أجل تحقيقه، وهذا الذي سيقودنا في المرحلة القادمة. إحنا مش بس هنعتمد على الفوضى، التي بالعكس إحنا ندرك أن هناك ضعفا في المنطقة العربية، وعلينا أن نعمل بدون دعمه ولو لفترة. ستلحق بنا أمتنا العربية كما لحقت بنا في الماضي، لكن هي الآن مش جاهزة. نحن علينا أن نقود الطريق. دكتور نبيل شاعث، كنت معي عبر الهاتف، كل الشكر لك على هذه المشاركة. إذن النائب أيمن عودة رئيس قام المشتركة دكتور نبيل شاعث قال بشكل واضح أنه بالنسبة إلى الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية الآن الدور الأمريكي قد انتهى في أي عملية سلمية، وأن الإدارة الأمريكية الحالية ليست وسيطا لأي عملية تفاوضية مستقبلية. هذه اللغة هي جديدة فلسطينية، وهذا هو العنوان الرئيسي الذي يخرج من التصريحات الفلسطينية، وهذا مهم. أنا لا أعرف الحقيقة قضية كليا، يعني أنت مقابل إسرائيل، لست مقابل دولة صديقة لروسيا أو للصين مثلا، ولكن واضح أن الرعاية الأمريكية يجب أن تنتهي. هذا الأمر الأساسي، وبرأيي على القيادة الفلسطينية أن تتشبث بذلك. هنالك دول تدخل المنطقة مثل روسيا، مثل الصين، وأيضا الاتحاد الأوروبي. انظروا إلى موقف ماكرون وهو موقف معقول. هذا كله مهم. في نهاية المطاف اسمح لي أن أقول الموقف الكلاسيكي التقليدي،
إنه يا عمي ما بحرث الأرض غير عجولها. الشعب الفلسطيني هو الأساس بكل معادلة. انظر إلى إنجازاتنا التاريخية منذ نهاية الستينيات مع صعود منظمة التحرير، الشعب الفلسطيني، الانتفاضة الأولى العظيمة، الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني، إلى جانب هذه الخلاصة بأن لا تكون أمريكا هي الراعي. هذا موقف فلسطيني أنا متأكد بأنه صلب، بأنه لا يمكن مع هذا المعتوه ترامب أن توافق القيادة الفلسطينية أن يرعى أي شيء، خاصة أن هنالك ما يسرب حول ما يسمى بصفقة القرن، بدون حدود، بدون القدس، بدون الغور، وطبعا بدون اللاجئين وغيرها من الأمور. لهذا لا يمكن أبدا البقاء على ما كنا عليه منذ العام 93 حتى اليوم. هذا حدث مفصلي بالنسبة لمركزية أمريكا كرعاية للعملية السلمية. ولكن خطورة سيد أيمن عودي، وهذا كمان أشار له ترامب في خطابه عندما تحدث عن رجال الدين ومهد الديانات وما إلى ذلك، أنه تحويل، يعني محاولة تحويل الصراع إلى صراع ديني، وهذا يعني من الممكن أن يجري وقد يضر أيضا بالقضية الفلسطينية. يعني الصراع هو إسرائيل تريد أن تحول الصراع إلى صراع ديني. اولا لا يمكن القفز فوق البعد الديني للقدس، لا ولكن القدس لها رمزيه اخرى ولا بعد، فلها البعد الديني المقدس للجميع ونحن نحترم ذلك. ولكن جوهر الصراع هو صراع سياسي وطني بين الشعب الفلسطيني صاحب الحقوق المشروعة وبين الاحتلال المجرم المحتل. الآن نقل الصراع إلى المكان الديني واضح بأن نظرية نتنياهو الأكثر مثابرة، خاصة بعد 11 سبتمبر وما يسمى بصراع الحضارات، نظريات سمويل أنتينغتون، وواضح بأنه يريد أن يقول هنا كان يشعيا، هنا كان يرميا، وهنا كان أجدادنا، أين هم المسلمون من هذه المعادلة. لهذا فوضع الصراع من القضية السياسية الوطنية إلى القضية الدينية واضح أن الهدف منها هي خدمة الاحتلال الإسرائيلي. على فكرة في هذا السياق يدخل موضوع المسيح الفلسطيني، وكل هذا الهجوم عليه هو جزء من تحييد هذا البعد من أجل إتاحة مجال أن يبقى الصراع صرفا إسلاميا يهوديا. هذا الأمر الذي يرفضه الواقع، وهذا الأمر الذي يجب أن نرفضه بكل قوة، لأن يعني أيضا بالبعد السياسي هناك إجماع دولي حول حدود 67، فممنوع منعا باتا الوقوع في هذا الفخ وحصر القضية بالبعد الديني. وأنا لا أنكر البعد الديني، ولكن ممنوع حصر القضية بالبعد الديني، القضية بجوهرها قضية سياسية وطنية. النائب أيمن عودي رئيس القائمة المشتركة، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة.